أحمد الخصخوصي يتهم رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي بمحاولة ضرب الأحزاب الثورية. الحقوق الدستورية للمرأة وتمثيليتها في المراكز القيادية محور نقاش السياسيين ومكونات المجتمع المدني، ورصد لمعاناة عمال الحديقة الوطنية بعربطة. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، أهلا بكم. اتهم الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي كلا من رئيس الحكومة المهدي جمعة ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بمحاولة ضرب الأحزاب الثورية، وذلك على خلفية اجتماع جمعة مع شخص ادعى على حد تعبير الخصخوصي أنه ممثل الحركة. يذكر أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تعيش انقساما وتجاذبات حول ممثلي المكتب التنفيذي. التأسيسية ويرأسها رئيس المجلس، والسلطة التنفيذية يرأسها كذا، والقضاء اللي هم ضاغطين عليه ويخضعوا فيه كما ينبغي كما يحبوا، هذا هو اللي نتهموه. ما يهمنيش من الأمور الهامشية والثانوية والشكلية والسطحية، ننظر بعمق ما لا تونس مهددة بأي شيء، مهددة بديكور جديد وباستبداد جديد والمظاهر تختلف، هذا هو الموضوع. رغم ضمان الدستور الجديد لحقوق المرأة إلا أن حضورها في المناصب القيادية يبقى منقوصا ولا بد من دعمه. هذه أبرز النقاط التي أكدت عليها نساء الاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال تظاهرة ثقافية سياسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حملت عنوان مساهمة المرأة في فرض الحقوق والحريات في الدستور، وحضرتها نبيهة طرابلسي. هي تظاهرة ثقافية بالأساس غلب عليها النفس السياسي من خلال محاضرة أكدت المشاركات فيها على النقاط الإيجابية في النص الدستوري، من تكريس لمبدأ المساواة واتخاذ لتدابير تهدف للقضاء على العنف ضد المرأة. احترام مبدأ المساواة وتكريس مبدأ المساواة في الدستور، مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون بدون تمييز، وضمان حقوق العامة والفردية للمواطنات والمواطنين. كذلك الدستور يعترف بحق المرأة في العمل، وخاصة السعي إلى تحقيق التناصف بين الجنسين في الدستور، والعمل على ولا اتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد النساء، وهذا هام جدا. إيجابيات لم تشمل جل الفصول، فالنص الدستوري يتضمن بعض النقائص فيما يخص حقوق المرأة وحرياتها، ثغرات بعضها يتمثل في عدم التفسير الواضح للمفاهيم. فصل 21 يتعرض إلى عدم التمييز، كان من المفروض أن نحدد مفهوم التمييز باعتباره انتهاك لحقوق الإنسان للنساء، باعتباره تعدي على كرامة الإنسان للنساء، وكذلك نؤكد على أن التمييز لا يمكن أن يكون على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو العرق أو الانتماء. عدم اعتبار حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، من بينها كذلك اعتماد الحق في الحياة مقدس، قدس الحق في الحياة ممكن تؤدي إلى تراجع في المستقبل باعتبار أن الحق في الحياة اليوم كيف يكون مقدس هذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الحق في الإجهاض، والحال أن الحق في الإجهاض هو حق من حقوق الإنسان التي تتمتع بها النساء التونسيات. رغم مشاركة المرأة للرجل في مختلف المجالات إلا أن حضورها في مراكز القيادة بقي منقوصا، وهو ما يتطلب منها المزيد من العمل لافتكاك مكانتها صلب مراكز القرار. في الجانب النضالي في سور لو تيران المرأة متواجدة في كل المحطات، كي تجي لمراكز القيادة تلقى الأغلبية ديما رجالية متواجدة. لابد من النضال لافتكاك المكانة متاحة في صلب يعني مراكز القرار والمراكز القيادية. دستور عمل على ضمان حقوقها وحرياتها، هي المرأة التونسية التي تسعى جاهدة إلى أن تكون الدولة حامية لهذه الحقوق وضامنة لمكتسباتها. وفي نفس السياق، تمثيلية المرأة في المراكز القيادية، أكدت رئيسة الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور القروي على أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية لتفعيل حقوقها الدستورية. منتصر الأسودي أعد التقرير التالي. توجهت رئيسة الحركة بنداء إلى عموم التونسيات من أجل الوصول إلى مواقع القرار لتدعيم مكاسب المرأة والمحافظة عليها. يلزم التكافؤ ما بين المرأة والرجل، يلزم وجود، يلزم التناصف، يلزم وجود المرأة في كل المجالات، عدم الخوف. أنا شو نقول للمرأة؟ يلزم الخوف من السياسة،
تقدم وتشجع وتحدي راهو هذا، راهو تحدي باش تكون انت متواجده وتخدم مصلحه بلادك. اذا كان راك ما تكونش يا امراه متواجده في مواقع القرار راك ما تنجمش تقدم برامج، راهو مش يبقى القوانين المدستره هذه مش تبقى، وهالشيء اللي قاعدين نراو فيه مش يبقى حبر على ورق بدون تفعيل. تمثيلية المرأة في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة دون المأمول نتيجة هيمنة العنصر الذكوري على المناصب العليا في الدولة. تمثيلية المرأة الحقيقة اش خلينا احنا تواجدنا واقترحوني الحزب الحركة الديمقراطية والقاعدة متاعنا على اساس نكون معنا مقدمة لترشح الرئاسة. لماذا هذا؟ هذا على خاطر باش نكونوا متواجدين في اعلى سلطة حتى تولي المرأة فاعلة وتولي معناها ياخذوا بعين الاعتبار، خاطر راهوها الفلاح، راوها اللي في الاقتصاد، راوها اللي في التعليم، راوها في الطب، لكن في المجال السياسي وفي المجال القرار ديما فما رفض. هذه معناها أنا راها هذه معناها عقلية ذكورية إن شاء الله تتنحى في أقرب الأجال. تهديد النمط المجتمعي، العنف، الظلم والإقصاء من أهم المصاعب التي تعيشها المرأة في حياتها اليومية حسب آمنة منصور القروي. المشاهد اللي صارت بعد الثورة هي من قبل الثورة فما كانت مشاكل، من بعد الثورة توا فما مشاكل أخرى. إذا كان احنا ما نخدموش وما نقدموش وما نحاولوش معناها نكونوا أقوى من هالناس اللي تحب معناها ترجع بينا إلى الوراء، والوراء معناها قبل حتى الاستقلال. ورينا العنف ورينا الظلم ورينا الحقرة ورينا معناها أشكال عديدة من التجاوزات اللي صارت على المرأة. استغل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناسبة اليوم العالمي للمرأة للتأكيد على أحقية العنصر النسائي في بلادنا في الوصول إلى سدة الحكم وضمان مكانة مرموقة في الساحة السياسية التي كانت تعتبر حكرا على الرجال. مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات كانت أيضا محور منتدى النساء والانتخابات الذي أشرفت عليه بعض منظمات المجتمع المدني، وتطرق المشاركون في هذا المنتدى إلى المشاكل التي تواجه المرأة المترشحة للانتخابات وأهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فيها في إطار احترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان. ثم ارتفاع في نسب العنف، في نسب التمييز، في الانتهاكات الحاصلة على المترشحات في الفترة الانتخابية الفارطة. معناها برشا حقيقة، معناها انه فما عديد الحاجات مزات تخوف، الحقيقة مزات تخوف. وكان نقول شنو الرسالة واهم رسالة نحبوا نرفعها اليوم من هذا المنتدى اللي مازال ما رفعش توصيات وطبيعة الحال، لكن تأسس على قيم ثابتة، هو نقولوا الوقاية خير من العلاج. طيحت مجتمع مدني أن يكون ضد التمييز والعنف في المرحلة القادمة، خاصة هذا هو النوع الاجتماعي، تكافؤ الفرص في الجهات، تكافؤ الفرص ما بين كل النساء الشباب، أنه الناس كل تاخذ حظها لكن في إطار احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان. مشاركة المرأة التونسية في الحياة السياسية هي مشاركة ضعيفة، أو يعني على الأقل ما تعكسش حجم ومكانة ودور المرأة التونسية، على الرغم من أنه عنا عديد النساء التونسيات اللي قاعدين متحملين مسؤولية قيادية على المستوى السياسي، ولكن هذا الكل مازال ناقص، والأسباب في رأيي عديدة تأتي على رأسها الذهنية والعقلية العامة اللي مازالت لحد الآن نوعا ما عقلية ذكورية. دائما مع المرأة ومركز التنمية المحلية والحكم الرشيد الذي تحدث عن لا لمركزية ولا حوكمة محلية ديمقراطية دون المرأة. المركز أشار إلى أهمية فتح الفرص أمام المرأة داخل الجهات لتحسين ذاتها ومحيطها. في نفس الوقت زيدا ننظر للمرأة لأنها قادرة مش فقط أنها تحسن وضعها الذاتي كمواطنة، لكن تحسن وضع غيرها وترشح روحها الانتخابات أو تكون مسؤولة. هكذا قالت أو تريد مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحوكمة الرشيدة للمرأة داخل الجهات، أن تكون لا أن تحسن ذاتها فقط، تكتفي بأن تكون صاحبة مشروع ناجح يوفر لقمة العيش. نخدموا وثابتين ونحفظوا كرامتنا ونخدموا في ولاية جندوبة ونتشرفوا بولايتنا، وبالعكس هذه تحفظ كرامتنا، احنا كي نخدموا وننجوا ونقوموا بمصروفنا الخاص حاجة تشرف.
أو أن يكون أقصى طموحها ترسيم في وظيفة تضمن مستقبلها وأطفالها. ماذا بيا معناها صوت المرأة يوصل ويكون فما معناها حوار مع المرأة ومشاركة المرأة ضرورية معناها في الحياة السياسية، خاطر هكاك تولي فما إكيليبر ما بين الرجال والنساء. مي أنا معناها يمكن عندي طموح في الخدمة، نتمنى نوصل الترسيم وبعدين يمكن نشارك تجي نشحط نشارك. ولكن ماذا لو أتيحت لها الفرصة ووجدت التأثير لتقوم بدورها كمسؤولة بالظروف المتوفرة لتحسن جودة الحياة للجميع؟ حاليا المرأة الوحيدة في النيابة الخصوصية بالقصرين، وديما نحس بغبن لأني المستشارة اللي كانت معايا معناها سافرت، وديما نقول وكان جد ثم أكثر من مرأة في بلدية القصرين رأوا الوضع يمكن يكون يتحسن. مش نقول هذا معناها تعصبا للمرأة، ولكن نظرا لاهتمام المرأة، المرأة كاهتمامها ببيتها وكاهتمامها بحياتها هي في نفس الوقت تهتم بمدينتها، وثم إحساس بالتفاصيل وإحساس بالجانب الجمالي وإحساس بالجانب التنموي. فالتجربة أثبتت أن المرأة القائدة فاعلة وفي جميع المجالات. أنا في إطار عملي في وكالة التنمية الدولية لدعم البلديات في العالم، وقدموا المثال بتاع رواندا اللي أنا خدمت عليه شخصيا، نعرف اللي إذا كان تعطي المجال والمساحة لدعم قدرات المرأة وأنك تدخلها في العمل البلدي كمساهمة فاعلة، راهو يتحسن خدمات البلدية، تتحسن تشريك المواطن بصفة عامة، تتحسن. فالمسألة مسألة تقنية حتى ومعناها وملموسة معناها. فهذه وهذه وحتى هذه يجب أن تعرف حقوقها وتمارسها حتى تتحسن وتحسن. نبقى مع المرأة التونسية وإلى القصرين، حيث مثلت أسباب انقطاع الفتاة الريفية عن الدراسة محور المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية مواطن قفصة وجمعية 22 للإعلام والثقافة الرقمية بالقصرين. وقد حضر حلقة النقاش هذه عدد من الأخصائيين الاجتماعيين وثلة من ممثلي المجتمع المدني بحثوا في أسباب انقطاع عن الدراسة بين القانون والواقع. المزيد في تقرير ثريا القاسمي. ارتفعت نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة في المدارس التونسية لتكون الفتاة الريفية هي المتضرر الأول من هذه الظاهرة، ويعود الانقطاع المبكر عن الدراسة إلى جملة من الأسباب والعوامل أهمها. منها ما هو اجتماعي، معناها مرتبط أساساً بإمكانيات الأسر على يعني تمويل مصاريف الدراسة. من بين الأسباب الاجتماعية أيضاً الخلافات الأسرية، الطلاق، وهي من الأسباب الأساسية للانقطاع المبكر عن الدراسة. أسباب اقتصادية اللي هي تتعلق بمنظومة التشغيل وقدرتها على استيعاب اليد العامل، وهذا يؤثر حتى على يعني مراهنة التلميذ على المشروع الدراسي. معناها هو يقول لك أنا نقرأ وشنية نتيجة بعد. ونظرا لتفاقم ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، تضاعفت مجهودات الإطارات التربوية من أجل الحد من هذه الظاهرة الفتاكة التي لها تأثيرات سلبية على المجتمع برمته. كمندوبية جهوية تحاول أنها ترصد هالحالات هذه، تحاول أنها تتصل بالأولياء بمختلف الأطراف سواء وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها للمقاومة أو لرصد الحالات اللي الأطفال المهددين بالانقطاع ومحاولة استعادتهم وإدماجهم من جديد مع بقية زملائهم في الدراسة. ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وخاصة في صفوف الفتيات الريفيات لاقت اهتمام الجمعيات التي عملت على تكوين موائد مستديرة لتباحث أسباب وعوامل هذه الظاهرة وكيفية التقليص منها. مشروع هذا تقوم به جمعية 22 للإعلام والثقافة الرقمية صاحبة جمعية مواطنون قفصة. هذه هي الحلقة الثانية كما قلت. الحلقة الأولى صارت نهار 7 ديسمبر 2013، تم فيها استدعاء بعض الفتيات المنقطعات عن التعليم صاحبة الأولياء متاعهم من مختلف معتمديات ولاية القصرين لتسليط الضوء عن أهم الأسباب اللي ساهمت في انقطاع المبكر للفتيات عن التعليم. الحلقة الثانية هذه تضم يعني مائدة مستديرة ونقاش لمجموعة من المؤطرين والمرشدين البيداغوجيين والاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول، ونشطاء الجمعياتين من أجل إيجاد حلول
لإدماج هؤلاء الفتيات المنقطعات عن التعليم المبكر. كان غايتنا أنه احنا نعملوا حملة تحسيسية كبرى ما بين المجتمع المدني والإدارة التونسية في مقاربة تشاركية على أساس أنه عمل المجتمع المدني وحده لا يكفي وعمل الإدارة وحدها لا تكفي. ارتأينا أنه العمل المشترك هو أفضل سبيل لضمان حق الفتاة الريفية في التعليم، خاصة أنه هناك بعض القوانين يجب تنقيحها، بعض القوانين يجب تفعيلها، إضافة إلى العمل المشترك الميداني يتطلب مجموعة من الاستراتيجيات العمل ومجموعة من التوصيات. رغم أهمية المرأة الريفية في المجتمع التونسي، إلا أننا نجدها تعاني الأمرين، حيث أنها تحتل المراتب الأولى في نسب الأمية والفقر والتهميش. إلى صفاقس، أين يتواصل الإضراب المفتوح لأعوان وموظفي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه منذ يوم الاثنين الماضي، تنديدا بالمشاكل الهيكلية التي أصبحت تعاني منها الشركة على حد تعبير الأعوان الذين طالبوا أيضا بتسوية وضعياتهم وترسيمهم. التفاصيل في تقرير غازي بن علي. تسوية المسار المهني للأعوان العرضيين وتفعيل ترسيم عمال المناولة وتفعيل الاتفاقيات المنضاة بين الإدارة العامة والنقابة كانت أبرز مطالب أعوان وموظفي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يوم الاثنين 3 مارس. 15 سنة ونص عامل عرضي غير مترسم، والآن ترسمت ومدة 6 سنوات. كما عوضت أنت لو خيانا اللي يشملهم العفو والتشريع العام، البعض منهم على عام ونص على التقاعد تمتع باللي انا مازلت ما نحلمش بيه يعني في الخيال. احنا مع عملات تنظيف، كنا مع المناولات ولينا مع الصونات، احنا نطلب حقوقنا، تسويه الوضع نتاعنا، ترسيمنا وشهريه باهي وكاو حبوا حد شيخ. المطالب نتاعنا نتاع عمالنا اللي 15 و20 سنه و30 سنه ما خذوهمش، واللي جاءوا بعدهم معنا بقانون حرف العفو والتشريع العام تنفلوا كل شيء. مجلة الشغل تقول كل من معناتها عدى 4 سنوات يتم ترسيمه مباشرة، تفهمنا مع المؤسسة يلي كل من يفوت الأربع سنين مش يتم معناتها إدماجه وفق الاتفاقية وبالتنفيذ. هذا مع الأسف الشديد ما صارش، ثم زي العمل اللي عنده أكثر من 4 سنوات وما تبتع به حتى عون، ثم عمال المناولة اللي ما تتحل فيهم ملف جديد. ويأتي هذا الإضراب كذلك على خلفية ما وصفه أعوان المياه بالوضع الكارثي الذي تعيشه على وقعه المؤسسة منذ سنوات نتيجة العجز الهيكلي وغياب معدات العمل والنقص في الموارد البشرية. اليوم المؤسسة هذه أصبحت تشكو وضع كارثي، والناس المواطنين كل تعرف وأنه خدمات الشركة هذه تدهورت بصفة غريبة ياسر، وهذاك علاش اليوم المناضلي السناد اليوم في احتجاج. نحب نقول أنه اليوم عديد الجهات ما يقارب 15 جهة انضمت للنضال هذا من أجل المؤسسة ثم من أجل الحقوق. احنا تو في المجازة حتى العبيد مثلا مواطن مش يجي ياخو يعمل برونش ما يلقاش باب، ما يلقاش حتى الخدامة اللي يجي تخدم، ما يلقاش حتى ماتريال باش يخدم. دونك الوضعية هذه مش جديدة على السنة في الحقيقة، احنا حتى كي نطالبوا هذه بطريقة غير مباشرة، لكن في التالي اللي مش يستفاد فيها المواطن بكله بصفة عامة. وقد رفض المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس الإدلاء بأي تصريح يوضح موقف الإدارة من هذا الإضراب المتواصل منذ أيام. أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بسيدي بوزيد أعلنوا أن 18 من مارس الجاري سيكون تاريخ دخولهم في إضراب عن العمل، وذلك خلال وقفة احتجاجية نددوا فيها بالنقص في عدد الأعوان ومطالبين بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية. نور الدين السعيدي والتقرير التالي. نقص في العمل وفي الإمكانيات المادية واللوجستية من سيارات وإعلامية ومعدات أخرى، هذا جانب من الوضع الصعب الذي يعيشه إقليم سيدي بوزيد للمياه على حد تعبير نقابته الأساسية. عندي كهرباء عمرها 17 سنة،
17 سنه نمشي الريون تاع سيدي بوزيد، شبكه سيدي بوزيد 80 كيلومتر، معناها ماشي وجاي 160 170 كيلومتر. قداش المره تحل السياره اون بان نبقى ومش لوحدي، جماعه الرولوفير اللي ياخذوا في العدادات رفع العدادات الصيانه لترافون تاع سيدي بوزيد والمكناسي وبير الحفي، هذه كلهم كرهوهم سيارات معناها مهريه. هذا الوضع لاقى عدم جديه من الاداره العامه على حد قول النقابه، رغم ان الطلبات يتمسك بها جميع أعوان شركة المياه في وقفتهم الاحتجاجية. طلبات الأعوان تتمثل في عدم تسوية الأعوان العراضيين الذين قضوا 15 سنة بفترة عمل بعون عرضي، عدم تسوية وضعية المادية لأعوان البستنة والتنظيف والحراسة، عدم تعويض الأعوان اللي أحالوا على التقاعد مما ولد نقص فادح في الأعوان، معناها هذا السبب ولد احتكاك مباشر مع المواطنين، وقع معناها ولا فيه استفزاز للأعوان. وقفة احتجاجية تأتي على حد بيان نقابة المياه للحفاظ على استمرارية إزداء الخدمات لحرفاء الشركة وتجنب تذمرات بعض المواطنين. مش معقول باش تحبس إدارة تحبس مواطنين، فهمت ولا؟ على قضية على قضيتها مو خطر كاش، هو قاعد عندي مطالب خاص، مطالبك الخاص طالب به ولكن خب واجبك. مطالب المشروع وملح يطالب أعوان شركة المياه بتحقيقها، مطالب قد تدفعهم إلى الدخول في إضراب معلن الأسبوع القادم. أعضاء الجامعة العامة للكهرباء والغاز المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل من جهتهم نفذوا وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي رفضا لمشروع الإطار التشريع الحالي الجديد والذي يسمح للخواص بإنتاج الكهرباء والغاز وبيعه إلى الشركة التونسية للكهرباء. الأعوان اعتبروا أن المشروع يمس من حق الأجيال القادمة في الطاقات المتجددة، مطالبين بضرورة عقد حوار وطني في هذا الإطار. عدم قبولنا للمشروع الجديد تاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده، نحن نقولوا للمجلس التاسيسي راه هناك اطار تشريعي يعطي معناها الموجود ديجا حالي وقاعد يطبق، علاش الزربه هذيا والسرعه في القانون هذايا جديد؟ القانون هذا جديد جاي من اجنده خارجيه وما يخدمش مصلحه المواطن ولا يخدم مصلحه البلاد، نحن لهنا معناها رافضينه رفضا باتا ومستعدين للدفاع عليه وماهوش باش يتعدى مهما تكون التكاليف. طلباتنا انهم يراجعوا العقود اللي معموله القديمه مع المستثمرين ويعطيوا توا المشروع نتاع الطاقات المتجدده اللي احنا راهو ماناش ضده، احنا معاه، اما نحبوا نعملوه بكفاءات تونسيه وكفاءات مستلم شركه تونسيه للكهرباء والغاز واحنا قادرين على ذلك. والى اتحاد المعطلين عن العمل الذي يواصل تحركاته الرافضه لقرار وزاره التربيه باعاده مناظره الكابيس. ففي سوسان نفذ اليوم أعضاء الاتحاد وقفة بمندوبية التربية مؤكدين على استعدادهم للتصعيد في تحركاتهم إذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها. نقف هوني بعد 3 سنين أو بعد الثورة ونقول أحنا وين؟ أحنا وين في التشغيل؟ ما نعرفش أني تونسية، مرأة متعلمة مثقفة جامعية إلى حد يومنا هذا، معناها ما قسمش الشغل يضمن كرامتي كإنسانة ويضمن حرمتي كمرأة. هوني نتوجه برسالة للحكومة نقول لهم شنو عملتوا على خاطر المرأة التونسية بصفة عامة؟ اليوم تحتفلوا أنتم كالعادة مجرد شعارات ورقية، اليوم العالمي لحقوق المرأة ما فماش حقوق فعلية للمرأة. هوني نطالب حكومة مهدي جمعة انه يرفع الستار على بعض الغموض وبعض اللبس وبعض الحقائق الخفيه ويسلط الضوء على الواقع المرير اللي تعيشه المراه التونسيه. مش يمشيوا فيها، رانا بالحق عدنا الحياه. تعاني الجمعيه الوطنيه للصنب المهديه من العديد من المشاكل الماديه التي تسببت في تدهور قدراتها على الاحاطه بالاطفال وبمنخرطيها، لتطلق صرخة استغاثة للسلطات الوطنية مطالبة إياها بدعمها. نحب نقول الدولة تخلت على الفئة دي من المجتمع، بما أنه ما الناس هذوما اللي نجموا لا يكسروا ولا يحرقوا ولا يسكروا طرقات ولا يعتصموا، نساتهم تخلت عليهم همشتهم. ما أنه احنا طبعا عام شديد الجمعية ما تخلش 2013 ما دعمتنا الدولة بحتى مليم، والجمعية ذي عندها 2000 دينار
في المعدل شارج كل شهر 2000 دينار كل من المجتمع المدني وشويه منه وشويه منه، وقاعدين نمر بصعوبات كبيره وتوصلنا لاخر الطريق ما عادش في ما عادش في محل او تو نهارين كار ما خرجتش. اذا كان الدوله يلزمها في اقرب وقت تلفت للفئه هذه، خاطر نسمعوا فيهم يرصدوا في ميزانيات بالمليارات يعطيونا، اذا كان رصدوش حتى مليم 2013 مشينا حتى مليم احنا من الدوله حتى مليم. 2014 الولايه سبت لنا 500 دينار. انا تو عندي اكثر من عام رئيس جمعيه، ما جانا دعم الا من الولايه ب 500 دينار في عام ونص ولا في عام واربع شهور. كيلومترات تفصل بين مسكن عمال الحديقة الوطنية عرباطة بقفصة وبين مقر عملهم بين الهضاب والوديان، مسافة يقطعها العمال العربيون على أقدامهم لعدم توفر وسيلة لنقلهم. هؤلاء استنكروا عدم تحسين وضعيتهم المهنية رغم سنوات العمل الطويلة، مطالبين بتوفير وسيلة تسهل تنقلهم إلى مكان العمل. رصد لحياة عمال حديقة عرباطة في تقرير رياض الحيدوري. هو ذات الطريق الذي يسلكه هؤلاء يوميا للخروج إلى مكان عملهم بالمحمية، واقع صعب ذلك الذي يعيشه أفراد هذه المهنة. قرابة 14 فردا أكدوا أنهم لا يتمتعون بحقوقهم كاملة. هيك نشوف فيها معناتها اختار وكل شيء ومش متمتعين حتى بشيء وما عندنا حتى شيء، معناتها حقنا مهضوم، لا ترسيم لا استرسال. انا 10 سنين وانا 14 سنه و15 سنه نخدم وما عندنا حتى شيء للتونيات، لا ما عندنا حتى شيء، مهضومين من كل شيء، من الاختار كل المطار ذي كل شيء نانو فيه لهنا، تصب المطار ما نطلوش وديان، واللي جيت احكي معاه يقول لك خويا ما يهمنيش وما عنديش وكذا. هاك تشوف نهار كنا نضرب 6 كيلومتر مشي 6 كيلومتر جايين على رجلينا، ركابينا نحسوا فيها طحن. عندنا ناس كبار معناها ما عادتش قادره معناها باش توصل للجبل. غابت البدلة الخضراء لدى البعض واهترأت نعال الأحذية من السير وتسبب الجبين عرقا، فيما حضرت الإرادة وقدرة التحمل على العمل حتى بأبسط الإمكانيات. ناس المهضوم حقها، ناس تطلع الجبل مش داير الواحد حتى كان ترسو أفريت ولا حاجة ولا هيك ولا هيك، ما تنجم يوصل للسبيطار كان يموت. ما عندناش أبسط المرافق معناها الضرورية هي وسيلة النقل. نمشوا عشرات الكيلومترات على رجلينا بدون وسائل نقل، ظروفنا قاسية، نعيشوا في حلقة ضيقة للغاية، ونمشوا في مناطق واعرة صعيبة للغاية، مشنا تحب تقول مشنا محميين من جميع النواحي. ولا بوات فارماسي، لا هوية انك تخدم، ما تتعس، ما عندك هاد شيء، لا تونيات، لا ما عندنا هاد شيء. مطلب الإدماج وتسوية الوضعية المهنية هو همهم الوحيد، والذي قد ينسيهم صعوبة تسلق هذه الجبال ومعاناة سنوات خلت. نبلغ ميساج للرئيس الحكومة مهدي جمعة يلفت النظر للموضوع هذا بصفة جدية. نهار كنا نطلبوا كان في ربي ونطلبوا معناش، لا اعتصمنا، لا يسكسرنا، لا فوضنا، نتحركنا، ولا من رعانا، ولا من جانا، ولا من حس بينا. انت قاعد غادي حس بينا، راهي ناس قاعده ما تعاني، قاعده تعاني، لا خلاص باهي، لا ما عندنا حتى شيء. نطلبوا منهم من يراعونا ويتوجهونا، يراعونا حتى نظره صغيره ويشوفونا شنو وضعيتنا. هي ينظم لنا امورنا من ناحيه الترسيم، من ناحيه العنايه، يعني كونه البلاصه هذه نخدموا في بلاصه خطيره ياسر، يعني مهدده بالارهاب. والله بالنسبه للارهاب خطر، نحن نحموا معناها بلادنا، فهمني؟ لكن ما ثماش حاجه معناها لتحمينا ثنا. واقع مهني واجتماعي صعب أكده هؤلاء اليوم، غير أن أملهم يبقى كبيرا في غد أفضل لهم ولكثير منهم في باقي الجمهورية. وسعيا لضمان الحقوق الدستورية والكونية للتلاميذ في تونس وعلى رأسها الحق في تغذية سليمة، أطلق اليوم برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التربية برنامج التغذية السليمة، والذي يمتد على 13 شهرا. سيكون ثم لجنة لقيادة المشروع تهتم خاصة بتكوين القائمين على المطاعم المدرسية وبتحسين جودة الأكلات بهذه المطاعم كما ونوعا، وضمان أن تتوفر فيها المعايير العالمية المعتمدة في مجال الغذاء بالمحيط المدرسي. وهذا طبعا كله يندرج ضمن منظور شامل للإصلاح التربوي
بحيث نعطي فيه للتلميذ تقريبا نؤمن له كل حقوقه بما في ذلك طبعا حقه الدستوري الأصيل في تغذية سليمة، وهذا ليس فقط حق دستوري وطني إنما هو أيضا حق كوني الآن يدخل ضمن منظومة الحقوق الكونية. نختم نشرتنا بالندوة الدولية الثقافية الوجع في الكتابة والرسم والتمثيل بولاية سوسة، التي تمتد على 3 أيام بمشاركة عدد من الجمعيات الثقافية التونسية والأجنبية، وأعدت حولها ليلى بالطيفة التقرير التالي. الأدب مأساة أو لا يكون، كيف يرسم الفنان ويكتب آلامه عندما يرسم الجسد وشمه، هي بعض محاور الندوة الدولية الملتئمة بسوسة لمدة 3 أيام بدءا من اليوم تحت عنوان الوجع في الكتابة والرسم والتمثيل. الأدب مأساة أو لا يكون، لأن في الحقيقة الكاتب أو الفنان، الكاتب لا يجيء إلى الصفحة على بياض، وكذلك الفنان على اللوحة، معناه يجر وراه معناه عوالمه وعوالم المحيط اللي يعيش فيه. شاركت بالمؤتمر تحكي عن المعاناة، كيف ممكن نعبر عنها أدبيا، كيف ممكن نحول المعاناة لإنتاج أدبي، أو بالأحرى كيف يعني المعاناة بتولد أوقات الأدب، يعني بتخليها هي بتكون للسوخس، يعني مصدر إلهام أساسي. تشجيع الشباب على الاندماج في الحياة الثقافية ودعم المشهد الثقافي بمختلف مجالاته مع فتح الآفاق أمامه وأعطائه فرصة الاستفادة من خلال التبادل الثقافي هي أبرز أهداف هذه الندوة. أهم أهداف التظاهر هي مبدئيا هو فضاء للباحثين الشباب، باعتبار أن الباحثين في الفضاء الجامعي ما ينجموا يقدموا في الأعمال متاعهم إلا بدعم الندوات العلمية اللي تتم من الفضاءات الجامعية وخارج حتى الفضاءات الجامعية. أنا وزارة الثقافة بصفة عامة المندوبيات الجامعيات، وإحنا جمعية، لكن إحنا جمعية أنا ساق في الجامعة وساق في المشهد الثقافي والفني في سوسة. طبيعي هالندوات كتير مهمة لعدة أسباب. أولا مثلا مثل هلأ، مثل أنه أول شيء يعني عم تجمعي ناس من عدة بلدان يعني ومن عدة ثقافات جايين كلهم يجتمعوا حتى يعبروا عن فكرة معينة، بالتالي في غنى، لأنه وجهة نظري يمكن تكون غير وجهة نظر غيري، بالتالي أنا حأخذ منه هو رح يأخذ مني وحيصير تبادل. وعن وجع المسرحي ومشاكله تحدث لنا الممثل المسرحي معز زرقاتي، الذي توجه برسالة إلى زملائه الفنانين المحترفين منهم والهوات. كما نقول ميسدبير كان سمع، فهمتني، اللفام محلولة والدعم قليل جدا، فهمتني، يلزم اتخاذ قرارات حاسمة وتاريخية في الميدان المسرحي على مستوى الدعم، كيفاش يقع الدعم، شكون الدعم، على أساس هذا كيف أنا أدعو الزملاء الفنانين محترفين أو هوات أنه يعملوا على الجودة، فهمتني، خاطر برشا ولا يبكري ولا فهمتني يقولوا فما كلمه في الميدان خرجت مشتهرة، هي يعكعكوا فما تعكعيك فما انتج باش تعرض وكذا، دون معناتها الاهتمام بالجوده، وفهمتني. دونك انا ادعو الفنانين انه يكونوا صعاب مع انفسهم، ياخذوا وقتهم في اختيار نصوص جيدة لتمس الأطفال، تمس الشباب. يبقى المجال الثقافي اليوم في تونس في حاجة أكبر إلى مزيد الاعتناء والدعم من أجل إنعاشه وإثرائه، حتى يكون الفن وتكون الثقافة جزءا لا يتجزأ من المعيش اليومي وغذاء لا بد منه للجميع لا للنخبة فقط. في ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء فيه. أحمد الخصخصي يتهم رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي بمحاولة ضرب الأحزاب الثورية. الحقوق الدستورية للمرأة وتمثيليتها في المراكز القيادية محور نقاش السياسيين ومكونات المجتمع المدني، ورصد لمعاناة عمال الحديقة الوطنية بعرباطة. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى مواعيد لاحقة. إلى اللقاء.